السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة جبت لكم فيديو جديد عن تجربتي مع الكريمات المرطبة. بالنسبة للكريم نيفيا جميل جدا كاستخدام، يعني جميل جدا للبشرة، بس هو تقيل، يعني تقيل جدا. نيفيا سوفت اخف منه على البشرة، بس ده حلو كماسك. انا بعمله كماسك، حلو جدا كماسك للبشرة، ما اقدرش استغنى عنه طبعا. بالنسبه للجلايسوليد جميل برضو، ده بقى للمناطق الغامقه، لما مثلا كاستخدام يعني بحطه على منطقه غامقه مثلا من بالليل، واقوم الصبح امسح المنطقه دي واغسله، بيفتح المنطقه جدا، اي منطقه غامقه، الايد مثلا، الركبه، اي منطقه غامقه في الجسم بيفتحها جدا، يعني حلو. بس ده كريم جلايسرين، ده برضو ما اقدرش استغنى عنه خالص. بالنسبه للكريم ده انا جبته من على النت، بس هو منتشر جدا يعني، بس جميل جدا برضو للبشره، الجسم حلو للجسم، مرطب جامد يعني الجسم. بالنسبه لهيمالايا، هيمالايا فظيع فظيع فظيع، الترطيب بتاعه قوي جدا جدا جدا. بشرتي مثلا لما يكون فيها تقشير من الشتاء بحطه على بشرتي، بيطريها جدا وبيشيل القشور اللي في البشرة دي. بالنسبة بقى للجيرجنز، ده برضو جميل جدا بس للجسم، حلو للجسم جدا، مرطب قوي للبشرة الجافة. وهنروح لإيفا، إيفا بالعسل، إيفا بالعسل حلو للبشرة برضو، مرطب جميل جدا برضو، بس بفضل جلايسريد أكتر أكتر من إيفا بالعسل. ودي بقى تجربتي مع الكريمات المرطبة. لو عجبكم الفيديو اعملولي لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي الجديدة، واستنوا بقى فيديو جديد ان شاء الله.